بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخير ما نبتدئ به الصلاة والسلام على النبي محمد وآل بيته الطيبين الأطهار، ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، ودرسنا الرابع الضرب في العدد 8. سنحصل على الأهداف السلوكية، نذكر رمز الضرب، نعرف أن عملية الضرب عملية إبدالية، نستعمل النماذج لإيجاد ناتج الضرب في العدد 8، ونستعمل جمع الضعف لإيجاد ناتج الضرب في العدد 8، ثم نطبق ما تعلمناه في حل الأنشطة. أولاً، فقرة أتعلم: إذا كان للعنكبوت الواحد 8 أقدام، فكم قدماً لثلاثة عناكب؟ كان هناك 3 عناكب، لكل واحد منهم 8 أقدام، إذن كم قدماً لهذه العناكب 3؟ يمكنني أن أستعمل النماذج لأجد ناتج الضرب. أولاً، أكتب جملة الضرب التي تمثل المسألة، وهي: عدد العناكب 3 في عدد الأرجل 8. سأستعمل قطع العد. أولاً، المجموعة الأولى فيها 8، ثم المجموعة الثانية فيها أيضاً 8، والمجموعة الثالثة فيها 8. ولاحظ أن قطع العد جميعها هي 24 قطعة، لذلك فإن 3 في 8 هي 24، وأيضاً 8 في 3 24، لأن عملية الضرب هي عملية إبدالية. إذن إن هذه العناكب 3 لديها 24 قدما. يمكنني أيضا أن أستعمل جمع الضعف لأجد ناتج الضرب في العدد 8. إذن أجد ناتج الضرب 8 في 5، إن 8 هي ضعف العدد 4. إذن 8 في 5 هو ضعف 4 في 5، لكن 4 في 5 يساوي ماذا؟ 20. إذن 8 في 5 يساوي 20 زائد 20 ويساوي 40، وهو ناتج الضرب 8 في 5 وهو 40. وأستعمل النماذج لأجد ناتج الضرب 8 في 2، أي إن 8 مكررة مرتان، أو إن 2 مكرر 8 مرات، أي إن 8 في 2 يساوي، أحسنتم، 16. 8 في 5، أي إن 8 مكررة 5 مرات أو بالعكس، والناتج، أحسنتم، إنه 40. 8 في 7 يساوي، أحسنتم، إنه 56. 8 في 6، أحسنتم، إنه 48. و8 في 6 أيضا، لكن هنا أفقي، أحسنتم، إنه 48 أيضا. 3 في 8، أي إن 3 مكررة 8 مرات، أو إن 8 مكررة 3 مرات ويساوي 24. 8 في 9 يساوي، أحسنتم، إنه 72. و8 في 1، أحسنتم، إنه 8 نفس العدد. مسألة: يوجد 8 دفاتر في الصندوق الواحد، كم دفترا في 6 صناديق؟ هناك مجموعة من الصناديق، يوجد في كل صندوق 8 دفاتر، كم دفترا في هذه الصناديق الستة؟ سنكتب جملة الضرب ونقول: 8 دفاتر في 6 صناديق، ويكون الناتج، أحسنتم، إنه 48 عدد جميع الدفاتر في الصناديق الستة. أتحدث كيف أستعمل جمع الضعف لإيجاد ناتج الضرب 4 في 8. أوضح إجابتي: بما إنه 8 ضعف العدد 4، إذن 4 في 4 يساوي 16، فإذن 4 في 8 يساوي 16 زائد 16 أخرى،
ويكون الناتج أحسنتم 32. إذن 4 في 8 يساوي 32. أستعمل النماذج لأجد ناتج الضرب. 9 في 8 يساوي، أحسنتم، أنه 72. و8 في 1 يساوي 8. و8 في 3 يساوي، أحسنتم، أنه 24. و8 في 6، أحسنتم، أنه 48. و8 في 4 يساوي، أحسنتم، أنه 32. و8 في 7، أحسنتم، 56. و8 في 4 أيضا لكن عمودي، أحسنتم، أنه 32 أيضا. و8 في 5، وإجابة صحيحة، أحسنتم، 40. مسألة: ذهب 8 أصدقاء للتسوق، فاشترى كل واحد منهم 5 أقراص ليزرية، كم قرصا اشترى الجميع؟ إذن 8 أصدقاء ذهبوا إلى التسوق، كل واحد اشترى 5 أقراص. سنكتب جملة الضرب وهي 8 الأصدقاء في 5 أقراص، كم قرصا اشترى الجميع؟ ويكون ناتج 8 في 5 هو، أحسنتم، أنه 40، عدد جميع الأقراص التي اشتراها الأصدقاء 8. مسألة: شاهد منصور 8 سيارات، في كل منها 4 أشخاص، أي أن السيارة الواحدة فيها 4 أشخاص، كم شاهد منصور من الأشخاص؟ سنكتب جملة الضرب، أي 8 سيارات في 4 أشخاص في كل سيارة، ويكون الناتج، أحسنتم، أنه 32، جميع الأشخاص التي شاهدهم منصور. وأفكر، أكتب العدد المناسب في المربع. 8 في عدد يساوي 56. هل 8 في 1 56؟ كلا. هل 8 في 2؟ كلا، أنه 16. هل 8 في 3؟ ونكمل حتى نصل إلى العدد الصحيح وهو، أحسنتم، أنه 8 في 7 56. والمسألة الأخرى: مربع في 5 يساوي 40، أي عدد هو في 5 يساوي 40؟ ونقول 0 في 5؟ كلا. 1 في 5؟ أيضا لا. 2، 3، ونصل إلى العدد الصحيح ونقول، أحسنتم، أنه 8 في 5 يساوي 40، وإجابة صحيحة موفقة من الجميع. مسألة مفتوحة: أكتب مسألة تتضمن الضرب في العدد 8 ثم أحلها، وستكون هذه واجب لتلميذات المجدات. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.